ذا بيست بقى سريعا مع نجمنا محمد حمص اللي مشرفنا منورنا، وانا سعيد جدا جدا بوجود حمص، يعني حاجه مشرفه وحاجه جميله جدا في الكره المصريه، وزي ما قلت هدفه من الاهداف التاريخيه دايما هتعيش معانا سنين وسنين وسنين. طيب نبدا حمص؟ قبل ما نبدا بس يعني طبعا بشكر الكباتن كبار، الكباتن كابتن حمام وكابتن زيدان وكابتن حمد الجمل، وطبعا اخويا وحبيبي وعشت عمري حمد الطاهر طبعا. اشكرهم على الكلام الجميل ده. واحمد فكري الصغير، كابتن احمد فكري طبعا. كابتن احمد فكري 97 كاس مصر، وحبيبي وكابتني واللي اتعلمت منه حاجات كتير حبيب. طبعا يلا بينا، يلا حسن شناوي ولا الحضري؟ مفيش شك يعني الشناوي جون تطور، مستوى تطور يعني بشكل رهيب، لكن انا حضري طبعا. حضري حضري العيش بالنسبه لي، بالنسبه لي الحضري من يعني احسن حارس جه في تاريخ مصر. تمام الحضري. ابراهيم سعيد ولا عماد النحاس؟ عماد النحاس من اللعيبه اللي هي تمتعك يعني. عماد يعني بصراحه فرق في نادي اسماعيلي، وجوده في نادي اسماعيلي من اللعيبه اللي هي يعرف يبتدي هجمه ازاي. وتحس اللعيبه هو كان سابق عصره. عماد ابراهيم لعيب جامد برضه ومدرب جامد جدا يعني عماد بصراحه، لكن انا ابراهيم كان لازم يحترف في احسن انديه في اوروبا. ابراهيم لعيب جامد، امكانيات رهيبه. مين؟ يعني ابراهيم سعيد. اختار ابراهيم سعيد. ماشي بعد كل ده اختار ابراهيم. ماشي فير. احمد فتحي واسلام الشاطر؟ لا هو احمد طبعا جوكر. لكن في المكان ده كباك رايت اسلام. اسلام الشاطر. اسلام الشاطر. اسلام الشاطر كباك رايت. لو اتكلمنا كباك رايت، باك رايت. هو احمد فتحي كان بيلعب ايه؟ باك رايت. اسلام الشاطر. سيد معوض ولا علي معلول؟ علي معلول لعيب جامد جدا يعني، انا بقول كان لازم يلعب مع الجيل بتاعنا. علي معلول امكانياته رهيبه، لكن انا اختار سيد معوض. سيد معوض. سيد معوض لعيب في جامد. كل جامد جدا. اللي بعده حسام غالي ولا حسني عبد الرب؟ بصراحه انت محيرني يعني اثنين يعني جايب لي اختيارات صعبه جدا يعني كل الاختيارات بصراحه. حمص يا جامد. حسام برضو من اللعيبه اللي انا بستمتع بيها. لكن حسني انا بالنسبه لي من افضل الديفندرات اللي جم في تاريخ مصر. حسني عبد الرب. اللي بعده باهر ولا الونش؟ باهر الاصابات اخرته شويه. ايوه يعني الاصابه الاخيره دي اثرت عليه شويه. باهر لعيب جامد جدا، لكن انا اختار باهر. باهر الونش لعيب طبعا يعني فارق جدا مع الزمالك، لكن انا اختار باهر. طيب يما يا لا لا مش بقول لك انت يعني يا لهوي. انا اختار كابتن محسن صالح، لانه يعني طور كتير في ادائي بصراحه. مالك؟ خلاص كابتن حسن طبعا يعني انجازات طبعا. لا ليش دعوه يا عم، الانجازات ايه وبتاع ايه؟ انت غلت فيها انجازات؟ ما غلتش فيها حاجه. عندنا حاجه ثانيه ولا خلاص؟ رحموك. رحموك مني. من ايه طيب؟ انت عاوز ايه؟ حمص شرفتنا ونورتنا حبيبي.